مرحبا بكم مع حكيمة بلاسيما. راني حنحضر معكم لي ميني كيك. هادو لي ميني كيك انا استعملت قرصه تاع الملح وربعه تاع البيض وكاس تاع حليب تاع 220 مليليتر، ونحتاجو لافاني لي كي تقدروا تعوضوها بلافاني بودره، والسوك كريستاليزي راح كيلو السكر بالكاس لي كيل به الحليب، والزيت نستحتاجو نص كاس تاع زيت 150 مليليتر تاع الزيت، ونطمو بالفارينه وزوج باكيات تاع لا ليفور نواران يعني نخدم بهم لي ميني كيك تاعي. بسم الله انا حين نديرو قسم غير فات تاع القهوه، وانا هنا راني حنستعمل لو باتور بسم الله، ولا انا حين نخبطو به. بسم الله انا هنا بديت ندير في الحليب، نديرو على مره ونبداو نستعمل الباتور. شوفوا انا الزيت استعملت نص كاس، نقصنا ان دومي دوا. انا هنا كيما راكم تشوفوا عمرت بول كبير، ونقول لكم نقدوش نقول لكم، ولا راني حنستعمل 350 غرام تاع الفارينه، واني حندخل هذوك دو ساشي يعني تاع الخميرة الحلويات. هنا كيلت بلا كويير، درت قيس ربع مغارف تاع الفارينه. شوفوا هذا هو القوام اللي راني حبته في لي ميني كيك تاعنا. انا هنا راني حنستعمل هاد ليمول، ونقول لكم هادو اللي انا حنديروا بهم لي ميني كيك. درت لهم شويه تاع الزيت ولا فارين، ونقول لكم بسم الله انا حين كيلو بلا كويير، نشد زوج مغارف نعمرو قيس دو كويير، معمرين للفوق نعمرو بهم كاع لي كيك تاعنا، ونخبطو. نقول لكم يعني كي نعمروهم ديما نستعملو هاد يعني هاد الطريقه. انا هنا كيما راكم تشوفوا استعملت هاد ليمون الكبار، هما اللي رانا حين بسم الله نبدا نعمر قيس 3 كويه. كيما راكم تشوفوا انا لي ميني كيك تاعي راني حنطيبهم على 180 درجه، وكيما تعرفوا الفوق ديما نشعلوه مسبقا، وان شاء الله بعد ما يطيبوا نزيد نشعلو لهم لا ريزيستونس، ونوريكم هاد لي كيك حاضرين في صحن التقديم. هام لي ميني كيك تاع نهار اليوم اللي حضرناهم، ودرنا لهم هذيك الرشه تاع السكر الناعم، وزدت درت لهم لا كونفيتور تاع لابريكو. وبسم الله راني حنقسم وحده معكم وتشوفوا يعني جاونا خفاف خفاف بزاف، وان شاء الله ديروهم العائله تاعكم وتاكلوهم بالصحه، وما بقى لي غير نقول لكم في امان الله.